السن ويكون طلب كده. انا بالنسبه للحنان في قرار جديد ده انا بس كنت عايز اقول بس ان مفيش معلش يعني لو انا مش بعمل فيديوهات معايزه كتير عشان احنا ما بقيناش بنتابع كتير وكمان الانترنت عندي يعني تعب جدا فمش بعرف اعمل فيديوهات. بس اول ما هيظهر الانترنت هتلاقي فيديوهات كتيره جدا مني ومن عيسى ان شاء الله باذن الله. ده اللي انا كنت عايز اقوله وخليكم ودوس اللايك بتاع دلوقتي